شاكر، جتني فكرة، إيش رأيك نروح أبو ظبي يوم 28 أغسطس نسوي عرض كوميدي هناك؟ يعني مع العيال، يعني مؤمن، جيتارو، رضوان، أسامة، وأنت معك؟ أكيد. لا جيتارو، يا جيتارو تارو تارو، عندنا عرفة أبو ظبي. ويتم الآن الفريق القائم خلف برنامج إشلي ليذهبوا سويا إلى أبوظبي في 28 من أغسطس الجاري لعمل عرض ستاند أب كوميدي.